إذا بسم الله الرحمن الرحيم، موضوع اليوم فهو يأتي في إطار يعني المواضيع التعليمية التوعوية التحسيسية التي دأبنا على نشرها في قناتنا على اليوتيوب، غير أن موضوع اليوم فهو يكتسي أهمية قصوى وأهمية بالغة لجميع المغاربة، وخصوصا وخصوصا أؤكد على مستعملي شيكات، إذا الأشخاص الذين يستعملون شيكات يعني بكثرة، فهذا الموضوع يهمهم يعني أكثر من يعني المواطنين الآخرين بشكل خاص. لماذا؟ لأنني اليوم سوف أتكلم عن ألم يعني فهو موجود بشكل يعني متوفر في المكتبات العمومية، فهو ألم معروف، شركة معروفة بيلوت، دونك ومن منا لا يعرف الشركة. الألم يعني يتميز بخاصية، وهي يعني خاصية يعني يمكن أن تصنف في إطار يعني الابتكارات التي يعني تسعى الشركة إلى توفيرها. فهنا مكتوب remove by friction، ستادير فهذا الألم يمكن أن يعني نقوم بمسح ما كتبناه عن طريق الحك. دونك هناك من سوف يدعي أو يقول بأن الألم يعني ممنوع وإلى آخره، فالشركة لا تتحمل مسؤولية. الألم يباع بشكل يعني عادي في المكتبات العمومية في جميع المكتبات بالمغرب، غير أن الاستعمال الخاطئ أو الاستعمال الغير قانوني أو الخارج عن القانون هو الذي يمكن أن يؤدي بنا إلى أشياء يعني غير محمودة العواقب. إذن باختصار، فإذا أخذنا ألم عادي وكتبنا كتابة ما، إذن بخوف مد الغريسي مثلا على سبيل المثال، هذا يعني قمنا بكتابته بألم عادي، فأكيد لن يتم مسح هذا الخط عن طريق يعني الحك، وحتى إذا حاولنا فسوف يعني تظهر علامات الحك الكتابة. في حين إذا كتبنا بهذا الألم كما تلاحظون ستيلو نوار، يعني دونك يمكننا أن نقوم بمسح ما كتبناه بطريقة سهلة سلسة فقط عن طريق حك ما كتبناه. إذا كما تلاحظون لا تظهر حتى علامات يعني الحك أو فريكشن يعني على الورقة كما تلاحظون كما تلاحظون. إذا فالألم يمكن أن يستعمل في يعني مسائل تعليمية واستعمال عادي جدا، يعني ليس يعني بأي شيء، غير أن استعمال هذا الألم في ملء الشيكات مثلا، وهنا أؤكد على أن ملء الشيك يجب أن يتم ملؤه بواسطة ألم يعني المعني بالأمر، يعني أي لا يعني يأخذ ألم من عند شخص آخر على أساس ملء، لأن يعني احنا لا نعمم، لكن يعني من أجل يعني الأخذ الحيطة والحذر فالشيك يجب ملؤه بواسطة ألم نتوفر عنه. شيء يعني اللي اغلب المغاربه، فمثلا يقول لك اعطيني شي ستيلو من تماك ويملأ الشيك، يعني وهو يعني له كامل الثقه في في فيها، غير ان يعني ملء الشيك بهذا الالم يشكل خطوره على صاحب الشيك. كيف ذلك؟ فسوف نقوم مثلا بملء الشيك للاشاره فقط، وقد قمت هنا ب يعني بتغطيه يعني بعض الارقام، لان الشيك يعني فهو الشيك يهمني، دونك سوف نملأ مثلا في هذا الشيك 5000 درهم كما تلاحظون 5000 درهم، وسوف نكتب كذلك هنا 5000 درهم وسوف نعم دونك الوغ دو مسيو اكس، دونك من طبيعة الحال لا دات الى اخره، دونك لا دات، دونك نصوم لو 1/5/2019 ا باغ اكزومبل ا غاب. ثم بعد ذلك من طبيعة الحال نأتي الى التوقيع،
كما تلاحظون. إذن فتمم الشيك بطريقة صحيحة، يعني ما على إلا يعني متسلم شيك أن يقوم بدفع شيك من أجل استخلاص المبلغ. غير أن استعمال هذا الألم قد يعرضنا إلى ما لا يحمد عقباه، أي كيف ذلك؟ فسوف نقوم مثلا بحذف فقط 5 كما تلاحظون، وكذلك 5، وسوف نضع الرقم الذي نشاء دون أن تظهر أي أثر لما قمنا به، وسوف نملأ مثلا ب 100,000 درهم. دونك كما تلاحظون من 5,000 أصبح 100,000 درهم، ونأتي إلى هنا ونكتب 100,000 درهم كما تلاحظون. إذن يعني المبلغ تحول في الشيك من 5,000 إلى 100,000 درهم دون أن نترك أي آثار لما كتبناه على الشيك، من طبيعة الحال يحمل توقيع إلى آخر المعنى الأمر. إذن فهذا الفيديو هو يأتي في إطار الفيديوهات التحسيسية التي يعني الهدف منها هو التوعية وتحسيس المواطنين، وأي استعمال يعني خارج على القانون لهذا الألم فنحن لا نتحمل مسؤولية ذلك، بل نحن الهدف الأسمى لنا من هذا الفيديو هو نشر يعني نشره من أجل يعني أخذ الحيطة والحذر عند مل مثلا الشيكات، وكذلك حتى تعم الفائدة بين جميع المواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.